الو عايزين نوري اصحابنا النهارده ان احنا جريد 1 او سنه اولى بس بدانا ان احنا نقرا مقاطع ونعلمهم معانا النهارده ازاي يقروا مقاطع طويله شويه او مقاطع كبيره. مش هنفضل ايه ناخد شورت فاول او الحاجات اللي هي الايه القصيره اللي هي زي الساد والمان والفات دي، خلاص بقت حاجات سهله بالنسبه لنا كي جي 1 وكي جي 2 الايه بياخدوها. دلوقتي احنا اتطورنا اكتر فعايزين نعرفهم ان احنا بناخد مقاطع اكبر من كده زي المقطع شن، مع العلم ان المقطع شن ده بقى دلوقتي موجود معانا بدايه لسه من جريد 3 وفي ناس اعلى من المرحله دي ولسه ما خدوهوش. وتعالوا نجرب مع اصحابنا وما لسه اول مره هياخدوه معاكوا حالا، فعايزين نشوف ونعمل تجربه عمليه ان هم ايه بيقدروا يقروا المقاطع الكبيره دلوقتي. وتعالوا نجربها بطريقه سهله. اول حاجه لازم نعمل ميكس او لازم ان احنا نعمل تثبيت ميكس ما بين العربي والانجليش عشان الايه المعنى نفسه او الصوت يثبت في دماغنا. فلازم اول حاجه عشان تبقى مش شاطرين معايا ان احنا نعرف الصوت نفسه هو ايه، اعرف المقطع بيديني الصوت ايه. يعني النهارده هناخد ان تي اي او ان صوتها شان، تي اي او ان صوتها شان، تي اي او ان ميك ذا ساوند شان، تي اي او ان ميك ذا ساوند شان. ولازم اعيدها كتير مع الطالب مراعاه للمرحله او الفئه العمريه او السن بتاعهم، ان هم لسه صغيرين بس ابتدوا يقروا مقاطع كبيره فلازم ان انا اعيدها اكتر من مره. تي اي او ان صوتها شان، تي اي او ان ميك ذا ساوند شان، تي اي او ان ميك ذا ساوند شان. معناها ايه يا تيتشر سمر؟ جيف مي كده، جيف مي يور بنسل. بمعنى ايه؟ هندي تجربة عملية كده قدامنا مثلا اهو يا شباب، ان تي اي او ان خلاص احنا عرفنا ان المقطع ده اول ما يقابلني ان انا هنطقه ايه؟ هنطقه ايه؟ يعني اسمه تي اي او ان لكن صوته شان، لكن صوته شان. يعني ايه تيتشر سمر؟ يعني حضرتك لما تلاقيهم بعد كده تي اي او ان ورا بعض كأنك مش شايفهم، زي ما تكون انت بالظبط خارج رايح مشوار وهتشيل اليونيفورم او هتغير اليونيفورم بتاع المدرسة وتلبس طقم ايه؟ طقم جديد، صح ولا غلط؟ برضو تي اي او ان هتشيل اللبس بتاعها او اليونيفورم بتاعها وهتلبس حاجة تانية خالص اللي هي اسمها هتلبس حاجة تانية خالص اللي هي اسمها. عارفين معنى كلامي ايه؟ معنى كلامي ان انتوا ولا كأنكوا شايفينها، ولا كأنكوا شايفينها. ازاي؟ انا مثلا عملت موقف كلمه زي كده اهو وانا لسه ما بعرفش اقرا. الله، ده انا خدت مع تيتشر سمر ان تي اي او ان الساوند بتاعها ايه؟ شان. تحط خط كده، ويا ريت الافضل كمان هعلمكم طريقه احسن في حفظ الكلمات او المقاطع او تقسيم المقاطع عن طريق الالوان الفسفوريه الكرايونز، الالوان تجيبوها وتلونوا المقطع. عايزين بعد كده انا هعمل لكم فيديو تتعلموا ازاي تلونوا المقطع فتطلعوه بنفسكم، اتفقنا؟ هنجيب كرايونز من السيشن الجاي وان انتوا ايه تطلعوا المقطع لوحدكم. يعني ادي الكلمه دي تي اي او ان، حد ما بيعرفش يقراها يقول لي ايه؟ ساتيوم، صح ولا غلط؟ هنقول له انت صح ولا غلط؟ غلط. ليه بقى؟ لا استنى هنا، ده انت تي اي او ان صوتها ايه يا اولاد؟ صوتها ايه يا حبايبي؟ بقى كده الكلمه اسمها ايه؟ تعالوا يلا قولوا لي كده انتوا، يلا سمعوني. سي لا سي مش سي، ها سيشن. يبقى اسمها ايه؟ عرفتوا بقى ان انا شلت خالص التي اي او ان بقى اسمها ايه؟ سيشن. طب ما توروني كده مع اصحابنا، لازم نجرب طالب طالب الاول اشوف قرايته واشوف استيعابه للفكره. يلا يا سيف كده جرب تقرا لي الكلمه الاولى، كل واحد يقرا لي اتنين كده. ها سيشن، سيشن، برافو عليك. ها ليشن، ليشن يعني تي اي او ان لوك ات مي. بصي لي يا سيف، تي اي او ان لما تشوفها في اي مكان بعد كده بتديك الساوند ايه؟ شن، شن، شن. تديني الساوند شن. برافو، كلاب يور هاندس، كلاب يور هاندس، برافو. يلا يا جودي، ها قري لي كلمتين تانيين. انذر انذر تو ووردز نيشن، نيشن، ها مش شن، شن، نيشن، نيشن. قوليها تاني كده ريبيت اجين، نيشن. ها اللي بعدها ريشن، وكلها كلمات عشوائيه لمجرد ان الطالب يقرا. ريشن يعني تي اي او ان لو قابلتك في اي مكان يا جودة هتنطقيها الساوند ايه؟ شان، شان. كلاب يور هاندز،
كلاب يور هاندز. برافو. يلا يا مؤمن ها اقرا لي دي كده. هنقسم المقطع شال لوحده وبقيت الكلمه لوحدها. ها اسمها ايه الار والايه؟ يلا ندمجهم مع بعض هيدوك ساوند ايه صوت ايه؟ يلا الار والايه ر ر لا ده المقطع ده ينطقوا شن يبقى دي اسمها ايه؟ ايه يلا ر علي صوتك ريشن ريشن. طب اللي بعدها جرب مفيش حاجه اسمها طالب ضعيف نحاول مره واتنين وعشرة معاه يلا شاطر سيشن. برافو عليك. اللي بعدها this is session and ration and this جرب في مره كمان يلا بي ار ايه اسمها ايه كده؟ علي صوتك معايا مفيش اس عشان اقول سي بي ار ايه. علي صوتك يا مؤمن علي صوتك وحاول مفيش خوف بري قولها تاني محمد يلا بريشن ها وات از ذس بريشن. برافو عليك. ها ها اند ذس لا است... لا في حرف تي ما نسيبوش احنا بندمج كل الحروف اللي معانا ما عدا لو حرف سايلنت ما بيتنطقش است... لا تي علي صوتك يا محمد انت قرايتك سليمة جدا. هان شان الأخيرة كده اقراها لي كده يا سيف كلاب يور هاندز فور محمد. برافو عليك. ايه يس الأول يوت تدينا الساوند ايه يا سيف؟ واو برافو. يبقى اقراها لي كده على بعضها. فو لا فو ولا فاو؟ فاون ايه؟ فاونديشن. فاونديشن وادي دي النتيجه اللي انا كنت حابه اوصل لها ان يكون جريد 1 وخلاص. بصوا علمناه بصوا منظر الكلمات الكبيره او اللي مكونه اقل كلمه منهم من 6 او 7 6 او 7 ليترز 6 او 7 حروف وبتتقري ايه؟ لوحدها تي اي او ان. ولسه كمان هياخدوا في نفس السيشن المقطع اتشار بس هنعمله لكم في فيديو منفصل. يلا نقراها كده لاصحابنا كلنا. يبقى الاولانيه اسمها ايه بقى مع بعض؟ صوت اعلى ها سيشن ها نيكست نعلي صوتنا سيشن ها نيشن نيشن ها نيشن. جود كلاب يور هاندز فور يور سيلف. صفة حلوة لنفسكم. وبكده نكون فهمنا اصحابنا مقطع شان اللي هو تي اي او ان تي اي او ان.